الأستاذ أحمد الياسري رئيس المركز العربي الأسترالي للدراسات الاستراتيجية. مرحبا بك أستاذ أحمد. أهلا وسهلا بك أستاذ أنس، تحية لك ولضيفك الكريم. حياك الله دكتور. اليوم رأيكم ربما عن بعد ب 25 تشرين للمرة الثانية. تحية مرة أخرى أستاذ أنس لك ولضيفك الكريم. والحقيقة يعني شهاداتنا مجروحة بهذه الثورة التي نعتقد أنها إنجاز شعبي. أنا أعتقد أنه من أهم الإنجازات الشعبية التي حققها العراقيون هو أن يجتمعوا على كلمة رفض واحدة، أن يرفضوا مجتمع السلطة. يعني مجتمع الدولة يواجه مجتمع السلطة ويرفضه. كانت المظاهرات قبل ثورة تشرين هي عبارة عن مظاهرات مطالبية، نعم، تحاول أن تطالب بخدمات، تصحيح مسار الحكومة. لكن ثورة تشرين قلبت الموازين وتحولت لصرخة رفض لتغيير مسار العملية السياسية برمتها. لم يعد شخص رئيس الوزراء هو المطالب بأن يتغير، وإنما المنهج السياسي الذي يحكم الدولة العراقية هو الذي يطالب الجمهور بتغييره. ولذلك أنا أعتقد أنه هي حركة مجتمعية، وأنا أطلقت ولا زلت أطلق على هذه الثورة ثورة النفس الطويل، وهي ليست ثورة آنية مطالبها وسقف مطالبها محدود، وإنما ثورة إصلاحية. أنا أعتقد أن ثورة النفس الطويل ستصحح مسار الوعي السياسي العراقي، الوعي المجتمعي، ستعيد نصاب الوحدة الوطنية. نعم نعم. إذا أنت من الذين ربما لا يؤمنون بتصفير العملية السياسية، بل ربما تؤمن بأن تبقى العملية السياسية، ولكن أن يتم الإصلاح بالتدريج، وأن يكون الإصلاح مؤسساتيا لا حزبيا. هو هذا عين ما أنا به ثوار تشرين. أنا شوف أستاذ، أنا لا أريد أن أخوض بمجال القراءة الفلسفية. نعم، يعني لا أريد أن أتطرق إلى ما ذهب إليه دكتور علي الوردي على سبيل المثال حينما تحدث عن ما اسماه مساحة التناشز، أو محمد باقر الصدر حينما أخذ هذا المفهوم وطرحه بالفهم الأصولي، تحدث عن مساحة ما اسماه بمساحة فراغ. أنا أعتقد أن هناك مساحة تناشز مجتمعي حصلت بين مجتمع السلطة ومجتمع الدولة، وهذه المساحة أن جيل الأحزاب هو كله جيل قديم حقيقة، وأنا أسميه الحرس القديم الذي لم يفهم عقلية هذا الجيل الجديد ويتفاعل معها. تصور أن جيل تشرين هم شباب يعني مغمورين، وهم يعني مطالبهم محدودة، يعني فقط مواقع التواصل، ويعتمدون على مبدأ الرغبة والرغبة الوقتية. نعم. ولكن الحقيقة أثبتت تجربة تشرين أن هذا الجيل جيل ناضج. أنا شخصيا تعلمت منهم الكثير، ولذلك أعتقد أنه مسار تصحيح أخطاء العملية السياسية سيستمر، وهؤلاء سيأخذون زمام المبادرة. هم لا يريدون إسقاط النظام أو الدولة. أنا تحدثت مع قناتكم في وقت سابق. نعم. أنه موجة الربيع العربي الأولى كانت موجة الأرحلية، تتحدث عن ذهاب الأنظمة أو تغيير رأس النظام. نعم. لكن هذه الموجة الجديدة في السودان، في الجزائر، في العراق، في إيران، في لبنان، هي موجة تصحيحية طويلة النفس. ولذلك أعتقد أنه الحرس القديم يجب أن يتغيروا شاءوا أم أبوا، والأيام حلها. يعني أعتقد أنه الانتخابات القادمة ستشهد تغيير كبير. هذا يعني أن هنالك ربما فرزا جديدا، ربما هنالك نخب جديدة ستظهر في الانتخابات القادمة. ولهذا قبل قليل كان معنا أحد الإخوة المتظاهرين السيد هاشم الجبوري، قال إن هدفنا هو الوصول إلى الانتخابات من أجل أن نغير وعلى يعني وجه السرعة. شوف أستاذ أنس، أنا أرى ثوار تشرين حقيقة هم يعني غير مكترثين
بالدخول بعمق العملية السياسية، نعم. وهم بتصوري يعني يفضلون أن يكونوا في موقع المراقب، ولكن بكل تأكيد هناك قوى ستتشكل في الانتخابات القادمة، خصوصاً إذا تم تمرير قانون القوائم الغير مغلقة. فأعتقد أن هناك كتل ستتشكل، ربما هي قريبة من منهج ثورة تشرين، ولكن أعتقد أن ثورة تشرين سيظلون مجتمع الدولة وليس مجتمع السلطة أو نخب السلطة. أعتقد أنه سلطتهم أقوى. يعني حضرتك الآن الشرعية لم تعد شرعية صندوق، وإنما شرعية شارع. الحكومات، حكومة الكاظمي شكلتها كتل منتخبة، ولكنها لم تستطع أن تحصل على الشرعية حتى تفاعلت مع الشارع. إذن هذا مسار جديد حقيقي يحصل. أنا يعني مش من الذين يبشرون، يعني أنا لا أتمنى أي منهج سياسي، وإنما أعتقد أنه هذا حركة مجتمعية تغييرية يجب أن نقرأها قراءات نقدية. يعني يكفي أنه موجة التسقيط التي تعرضت لها ثورة تشرين، أنت عندك 39 قناة يوميا تتهم ثورة تشرين بأنهم جوكرية، يعملون مع السفارات، يشربون الخمور، يدعون إلى الانحلال الأخلاقي والاجتماعي. كل هذه الاتهامات ورأينا في موعد تشرين خرج ثورة تشرين ولم تؤثر. يعني لا زالت هذه الثورة تحافظ على شعبيته وتحافظ على ديمومته وتحافظ على استمراره. ولذلك أعتقد أنها سنشهد تغيير. التغيير قادم لا محالة. نعم أنا التغيير أشكرك. قادم يا سيدي. هذه الكتل، نعم أنا أشكرك جدا. أو تغير. نعم دكتور يعني أحمد الياسي، رئيس المركز العربي الأسترالي للدراسات الاستراتيجية، كنت ضيفي من أستراليا. من جديد أجدد الشكر لحضرتك.